الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي دائما وأبدا حمد المعترف بفضلك الشاكر لعظيم نعمائك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، يا من أحط بكل شيء علما، أتوجه إليك ونتوجه إليك جميعا بخالص الدعاء والرجاء دائما وأبدا أن تشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وأنر بصائرنا وحياتنا وبيوتنا بنور القرآن العظيم حتى تنور بفضلك وكرمك قبورنا وصراطنا يوم أن نلقاك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على خير خلق الله خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، ورضي الله تبارك وتعالى عن جميع أصحابه وتابعيهم وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كنا في لقاءين ماضيين نتحدث عن ما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. وبينا معنى تكذيب الله سبحانه وتعالى الذي جاء في هذا الحديث، وأن ابن آدم زعم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على إعادة الإنسان وإيقافه بين يديه للحساب يوم العرض عليه. وذكرنا بعض الجوانب وبعض الآيات التي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى على بعث الخلائق يوم القيامة. ثم بينا كذلك معنى شتم ابن آدم لله وزعم هذا الإنسان أن الله تبارك وتعالى له شريك وله ولد، وأن هذه القضية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تكاد السماوات والأرض يتفطرن من هذا الأمر الخطير، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وذكرنا بعض الآيات التي ترشد إلى وحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه وحده تفرد بالوحدانية، وأنه لا شريك له في ملكه، تعالى الله عما يشركون. واليوم نلتقي مع حديث آخر للإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه،
وهذا الحديث يتعلق بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الإمام البخاري رضوان الله عليه ذكر لنا حديثا في صحيحه يتعلق بهذه الآية الكريمة بعد حديثه عن قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. فماذا قال الإمام البخاري رضوان الله تبارك وتعالى عليه في قول الله سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟ بداية: وإذ جعلنا البيت، ما المراد بالبيت هنا؟ المراد بالبيت هنا الكعبة. أحبابي، المراد بالبيت هنا الكعبة، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هناك في القرآن العظيم بيت، وهناك في القرآن العظيم مسجد. أرجو أن ننتبه جيدا إلى ما أقول. هناك في القرآن العظيم بيت، وهناك في القرآن العظيم مسجد. فهل البيت هو المسجد والمسجد هو البيت؟ أحبابي، قلت ولا زلت وسأظل أقول ما حييت بإذن الله تعالى: لا يوجد في القرآن العظيم كله مفردتان بمعنى واحد أبدا. كل مفردة في القرآن لها معنى، سواء كانت المفردة اسم أو فعل أو حرف. مفردات القرآن، كل مفردات القرآن، لا تخرج مفردات القرآن العظيم عن مفردات ثلاث: يا المفردة تكون اسم، يا المفردة القرآنية تكون فعل، يا المفردة القرآنية تكون حرف. ولا تخرج مفردات القرآن العظيم عن هذه المفردات الثلاث. تنظر في المفردة، مفردة دي اسم، اسم علم، اسم مرة، اسم هيئة، اسم زمان، اسم مكان، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم أيا كان نوع هذا الاسم، مفرد، مثنى، جمع، مذكر. المهم أن المفردة تكون اسما، هذه مفردة من مفردات القرآن العظيم. المفردة القرآنية قد تكون فعل، حدث. الفعل هذا، الحدث هذا، إما أن يكون حدثا ماضيا يبقى ده فعل ماضي، وإما أن يكون الحدث حاضر يبقى فعل مضارع، وإما أن يكون الحدث مستقبل فعل أمر تأمر غيرك به يبقى ده اسمه فعل أمر. فالفعل إما أن يكون ماضيا يدل على حدث ماضي،
وإما أن يكون فعل مضارع يدل على حدث حاضر، وإما أن يكون فعل أمر يدل على الاستقبال، افعل كذا لا تفعل. المهم الشاهد أننا عندي مفردة إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا بأنواعه الثلاثة، وإما أن تكون المفردة حرف، حرف جر، حرف عطف، حرف نداء، حرف توكيد، حرف نفي، حرف جزم، إلى غير ذلك من أنواع الحروف. المهم أن المفردة تكون حرف. يا أحبابي كلمة وسأظل أقولها لكم، وبخاصة لأبناء الطلاب وللمحبين للقرآن العظيم، لا يوجد في القرآن العظيم مفردتان بمعنى واحد أبدا، بل كل مفردة في القرآن الكريم لها إيه؟ لها معنى، ومعنى مستقل بها، بحيث أنك أنت تقول المفردة هذه معناها بمعنى كلمة كذا، يعني إيه؟ قال يعني لما تقول جاء إذا جاء نصر الله والفاتح، تقول لي جاء بمعنى حضر، أقول لك لا لا، إنما المجيء له إيه؟ له معنى، والحضور له معنى آخر، حتى إذا حضر أحدهم الموت، ولم يقل ربنا إيه؟ حتى إذا جاء طب ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المؤمنات مهاجرا، يبقى المجيء له معنى آخر يختلف عن معنى مين؟ الحضور. واضح الكلام يا أحبابي؟ يبقى الحضور له معنى، المجيء له معنى، الإتيان له. أتى أمر الله، تقول الإتيان بمعنى المجيء بمعنى الحضور؟ أبدا أبدا. علينا دائما أن نبحث عن مفردات القرآن ومعاني مفردات القرآن. جاء معناها إيه بالضبط على وجه التحقيق؟ حضر معناها إيه على وجه التحقيق؟ أتى معناها إيه على وجه التحقيق؟ الحرف ده معناه إيه؟ الاسم ده معناه إيه؟ حتى لا أطيل الحديث في المقدمة، أنا أقول ذلك بمناسبة قول الله تبارك وتعالى: جعل الله ليه الكعبة البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت. يبقى البيت هنا إما أن تكون بدل أو عطف بيا، جعل الله الكعبة البيت، يبقى الكعبة هي إيه؟ هي البيت، يا بدل يا عطف بيا، يبقى الكعبة هي البيت. طب ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، الآية اللي كان بيتلوها ابننا العزيز الشيخ الإمام الليل في صلاة العشاء: ومن أظلم من إيه؟ ممن إيه؟ منع مساجد الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يبقى فيه مساجد، يبقى فيه إيه؟ مساجد، جمع إيه؟ مسجد الله. يبقى في مسجد وفي ايه؟ وفي ايه؟ وفي بيت. في ايه؟ بيت وفي ايه؟ يبقى البيت اللي هو ايه؟ اللي هو الكعبة. طب والمسجد؟ قال المسجد اللي هو حوالي البيت، المساحة اللي حولها البيت. يبقى اللي حوالي الكعبة أو ده المسجد، والكعبة نفسه هي البيت. أحبابي، طيب ألا أقول لي بقى بالله عليك، لحنا الآن ونحن نتوجه إلى القبلة، يا ترى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوجه إلى البيت ولا أن نتوجه إلى المسجد؟
الله الله، نتوجه إلى المسجد ولا نتوجه إلى البيت؟ والله تعالى نقرأ آيات القرآن العظيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر ايه؟ المسجد الحرام ولا شطر البيت؟ الله، يبقى التوجه الى مين؟ الى المسجد ولا الى البيت؟ ولهذا الفقهاء قالوا المصلي خارج المسجد، المصلي خارج المسجد الحرام، المصلي خارج المسجد الحرام قبلته المسجد. ليه؟ المسجد. طب والمصلي داخل المسجد قبلته الكعبة. ليه؟ قال لأنه ما دام في داخل المسجد يبقى معين لمين؟ يبقى معين للكعبة. يبقى طب واللي خارج المسجد لا يرى الكعبة، يوم ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يقول له ايه؟ يكفيك ان تتوجه الى مين؟ المسجد. تعالوا شوف الملاحظة العجيبة الغريبة. طب ايه رأيك؟ ايه رأيك في هذا الامر العجب؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول له فولي وجهك شطر مين؟ المسجد. قال لي ايه رأيك؟ المسجد كان في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد الحرام كان في عهد سيدنا النبي عليه السلام كان له مساحة محددة. طب وبعد سيدنا النبي عليه السلام؟ ها، طب وإيه رأيكم لغاية الآن؟ ها، التوسعات اللي موجودة يوما فيوما فيوما فيوما، النهاردة ها وبكرة وبعد بكرة بيد بيتوسعوا في مين؟ بيتوسعوا في المسجد ولا في البيت في الكعبة؟ بيهدموا الكعبة؟ معاذ الله. أمال بيهدوا مين؟ بيوسعوا في مين؟ في المسجد، مش بيوسعوا في الكعبة؟ طب يا رب أنت أمرت بالتوجه شطرة جهة المسجد الحرام اللي بيتسع. طب بيتسع كل يوم يوما فيوما فيوما ليه؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله 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 على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله